تنسى المعنس اللي اختاروا يتابعوا البرنامج صوت وصوره على الباج فيسبوك متاعنا الحياة فام، ولا كيف كيف عشان يوتيوب متاعنا الحياة فام. الرحله اللي تتواصل معكم من توا حتى للعشره امتع الليل كيما العاده والعواد، وكيما سنسناكم كل مره نحكيوا على اهم الانشطه اهم التظاهرات اللي تصير صلب الجامعات. هذاك علاش اليوم باش نحكيوا بصفه خاصه على المعهد العالي للاعلاميه والتصرف بالقيروان، دونك الناس اللي تعرفوا زاده بالاسم الاخر اللي هو ليزيغ لهنا ليزيغ متاع القروان. اليوم باش نحكيوا على يوم خاص يعني للطلبة للإعلام والإدماج للطلبة هذا اليوم، كل تفاصيله باش نحكيو أكثر زادة كيف على المركز اللي موجود صلبة يعني ليزيغ مركز المهن وإشهاد الكفاءات، كل تفاصيل يحضر إلى جنبي وسعيد جدا جدا بحضوره إلى جنبي سي صاحبي النخلي، هو أستاذ مساعد ومدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات. سي صاحبي مساء النور. عسلامة حسام، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي الحياة فان. مرحبا بيك يا سيدي. دونك اليوم باش نحكيو على يوم خاص للطلبه للاعلام والادماج لطلبه المعهد العالي للاعلاميه والتصرف بالقيروان، نعاود نذكر اللي هي ليزيغ. لكن قبل كل شيء اليوم نحكيو على صاحب النخل اللي هو استاذ مساعد مدير مركز المهن واشهاد الكفاءات، ناخذ فكره على هذا المركز مركز المهن واشهاد الكفاءات اللي للامانه انا اول مره نسبع به صلبه الجامعات نتاعنا، او بصفه خاصه اليوم نحكيو على المعهد العالي للاعلاميه والتصرف بالقيروان، ناخذ فكره على هذا المعهد تعريف المركز بليتو واهم المهام اللي يقوم بها المركز هذا. شكرا حسام، شكرا على الاستضافه مره اخرى. يعطيك الصحه. المركز المهن واشهاد الكفاءات بالمعهد العالي للعلمية والتصرف بالقيروان دوره الاساسي هو دعم تشغيليه الطلبه، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوين في العديد من المجالات، كما نجم نذكر منهم كيفيه معناها البحث عن العمل لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا، ولهنا راهو في المجال هذايا رانا عندنا كونفونسيون مع البيرو دومبلوا اللي يعطيهم الصحه مكتب التشغيل اللي يعطيه الصحه باش يوفر لنا خبراء من عنده هو اللي باش يقوموا بدورات تكوينيه، باش يكون فما دورات تكوينيه للطلبه اللي فاتت طلبه المعهد العالي للعلميه والتصرف في المجال هذايا اللي هي كيفيه البحث عن العمل. كيف زاد عندنا دورات تكوينية أخرى مش تصير زادة اللي في كيفية إعداد سيرة ذاتية سي في. سي تري امبورتون. الجمعة اللي فاتت الحقيقة كانوا بحذايا طلبة كلية الحقوق وحكينا شوية على يعني الطلبة توا اليوم فما مشكل عند الطلبة كون وقت اللي يكمل قرايته باش يمشي لسوق الشغل وباش يمشي يلوج على خدمة، دونك تقول له جيب لي سي في تلقاه يلوج من بوبلينات البوبلينات، شكون اللي نجم يخدم له سي في باهي في حين هو عنده المهارات ونتصور انه عنده لي كومبيتونس اللي باش يخليوه ويخولوا له عنده ان سيرتان نيفو زاد كيف اللي يخليه اليوم انه ينجم يعمل سي في. دونك مهم جدا اليوم انا نعملوا دورة تكوينية لفائدة الطلبة، كيفاش يكتب ليتر دو موتيفاسيون، كيفاش يعمل سي في خاصة في الفترة نتاع يعني القرايه نتاعو البريود نتاع القرايه، مهم اليوم ان نكونوك فاش يعمل سي في باش على الاقل ما يلقاش وذي اوبستاكل قدامه. ولهنا يا حسام نحب نقول لك حاجه اللي راهو البارح بركة السونتر كاتسي هبط اون فورماسيون على معناها كيفيه اعداد سي في واللي هذيا نحب نقولها لطلبه المعهد العالي للعلميه والتصرف اللي يسمعوا فينا الكل. ايوا راهو عندنا باج فيسبوك اوفيسيال. أيوة. اللي هي اسمها كاتسي ايزيغ كيروان. نعاود كاتسي بالكاتخ ولا رقم شيفر؟ اي كاتخ سي ايزيغ كيروان. اللي نحن شنو الهدف منها؟ الهدف انه في الباج هذيك باش نحاولوا باش كل ما فما عندنا دوره تكوينيه باش نهبطوا الدوره هذيك شنو هي اسمها؟ شنو هو الاهداف منها؟ باش يكون زاد معاها ان ليان اللي معناها اللي طالب يلقى روحه مثلا الفورماسيون هذيك مهمه بالنسبه ليه باش يمشي يعمل انسكريبسيون فيها. دونك ومن خلالها هي بعدها مش تصير الفورماسيون اللي ان شاء الله كيما نحن عندنا فورماسيون هذه فورماسيون انتريسونت برشا اللي هبطت البارح اللي هي فورماسيون في السي في اون انجلي. ومش تقدر مش يعملوها زوز. ايوه استاذ عندنا نتاع انجلي سي شكري السبري ومعاه باش يكون زاد معاه حمزه المرابطي اللي هو باش يعمل يوريهم كيفاش يعمل الديزاين. معناها هذه حاجه مهمه برشا للطلبه انه يوريك ساعه الاستاذ كيفاش تعمل السي في شو تكتب فيه حتى باللغه الانجليزيه. أيوة. لو كونتوني المحتوى. ايوه وزاد او ميم طون باش يكون فما زاد كيفيه معناها انه يخرج حاجه مزيانه زاد وزاد حتى المظهر زاد ولا مهم برشا مش كان المحتوى
المحتوى مهم، زاد الديزاين زاد مهم، ومش تكون فورماسيون مش تكون فيها هذوما زوز مع بعضهم ان شاء الله. سي بيان. ونحث الطلبه الكل باش يقيدوا في الفورماسيون هذيا، ونقول لهم اللي راهو ان شاء الله هذيا مش تتعاود مرات في ليزيك، مش كان مره بركه. علاش؟ باش نحاولوا باش لو ماكسيموم تاع الطلبه ينتفعوا به. يعني اليوم نحكيوا على مركز المهن واشهاد الكفاءات اللي موجود في المعهد العالي للاعلاميه والتصرف اللي يقوم بدورات تكوينيه، يعني اليوم لفائده الطلبه. يعني اليوم نحكيوا على انتجراسيون تاع الطالب ما بعد مرحله الجامعيه، دونك اليوم نحكيوا على ادماج الطلبه في الحياه العامه، في الحياه العمليه، معترك الحياه معناها خلينا نقول اللي باش يدخلوا الطالب من خلال الدورات التكوينيه اللي قاعدين تقوموا بها. دورة تكوينية فقط يعني تقوموا بها للطلبة كمركز؟ نعمل دي زيفينمون. أيوة. نعمل دي زيفينمون. وهذايا هو معناها عملنا ديجا، مش نقول لك اللي راهو نظمنا نهار 25 أكتوبر. أيوة. معناها مع البورصة الأوراق المالية، وجاو من البورصة جاو خبراء. عملنا إيفينمون كبير. واللي كان اسمه معناها كومون انفستيغ اون بورص، معناها كيفية الاستثمار في البورصه. ايوه. وكانت معناها فرصه كبيره وفرصه مهمه للطلبه باش عرفوا باش تعرفوا على البورصه معناها سور لو بلان براتيك، معناها عمليا كيفاش واحد نجم يستثمر في البورصه. ونحن زاد استغلينا الفرصه وباش يكون معنا معاهم دي كونفونسيون. باش يكون عندنا معناها سال نتاع البورص. ايوه. في المعهد، وكونفونسيون زاد باش يقبلوا معناها بين لي ستاج، معناها طلبه من عندنا يعملوا ستاج في البورصه غادي. معناها حاجه مهمه. لي فورماسيون هذوما سيرتيفيين بعد؟ هذه اللي مش نقولوه توا، هذه هو مش نوصلوا توا نحكيو بصفه عامه. زاد فما حاجه اخرى زاد مهمه حسام زاد نحب نذكرها، اللي راهو زاد مش كون فما فورماسيون، وهذه تو سكي فما حاجه توا نحن كاستاذه نقريو. الطالب السنة أولى ثانية ثالثة حتى ماستر ديما يلقى روحه هو قاعد والأستاذ هو يتكلم. في الأخر حتى في الأخر بكل مشي هو عدي الامتحان. كهو معناه مش عدي امتحان، فما عنا بعد نجول سوتنوس. نجول المناقشة، ما نقولش أغلب الطلبة، مي فما نسبة من الطلبة يجيك في السوتنوس مش يلقى روحه، بالعكس هو اللي مش يتكلم. صحيح. مش يلقى أستاذة قاعدين كتراك هذاك، وهذيا مش نحاول باش نخدموا عليه. باش نخدموا عليه زاد في دورات تكوينيه في البريز دو بارول اون بوبليك، معناها كيفاش ياخذ الكلمه في يلقى روحه في مجموعه، كيفاش هو ياخذ الكلمه. تدخل فيها الكوتي بسيشيك. بيان سور. والكونفيونس اون سوا، الثقه في النفس. هذا كله، وانا علاش نعملوا فيه هذا كله؟ ابار انه باش يكون معناها فايته في المناقشه، اما زاد عندنا زاد راهو عندنا طالب باش يتخرج، وهذا هو الهدف من الكاتسي، هو انه مش يمشي يعمل ان اونتروتيان دومبوش، معناها مقابله نتاع عمل. ايوه. لكن المقابله نتاع العمل هذيك مش تباع، مش يكون عنده سي في، مش يعيط له المدير نتاع المؤسسه هذيك صاحب الشركه، مش يحاول باش يعمل معاه اونتروتيان. بالضبط. هذه زاد مش نحاول باش نخدموا عليها الكوتي هذيا، كيفاش معناها الطالب هذاك بعد ما يتخرج كيفاش ينجم يقنع صاحب المؤسسه ذيك اللي راهو هو راهو مؤهل، عنده المهارات انه يقبلوه في المؤسسه. معناها ذيك سي كومون معناها ريوسير ان اونتروتيان دومبوش، معناها كيفاش ينجح، معناها هذايا. يعني هذوما كل الحقيقه يقوم بهم مركز المهن. خلينا نسالك سؤال انا. مركز المهن واشهاد الكفاءات هذايا موجود كيف في ليزيكا كهو؟ لا لا موجود في مختلف المؤسسات الجامعيه. هذايا مركز المهن واشهاد الكفاءات هذايا موجود ساعه، والحاجه موجود حتى في الريكتورا وموجود في المؤسسات. معناها كل مؤسسه عندها لو سونتر كاتسي تبعها، حتى الجامعه كل جامعه مثلا كما جامعه القروان عندها الكاتسي نتاعها. وكل مؤسسه عندنا زاد في تابعه معناها لجامعه القروان عندها زاد الكاتسي تبعتها. هذه كله شنو هو الهدف منه؟ شنو هو الهدف منه؟ ان نحاولوا كيفاش نهيئوا الطالب وهو مازال قاعد يقرا للحياه المهنيه من بعد. سيبيان. انت تتخرج راهو باش نكون واضحين حسام، راهو حابين ولا كرهنا، راهو انت تكون عندك سي في. تخرج بسي في تحط لي فيه شهاده كهو، راهو
حابين ولا كرهنا راه ما تخدمكش. يلزم معك دي فورماسيون يلزم سي في نعبيوه، يلزم سي في يكون معبي باش ينجم الطالب ينجم يلقى روحه في العمل هذاك. وهذا علاش احنا ديما نقولوا راه كل شهاده نتحصلوا عليها رانا نربحوها، معناها مهما كانت قيمه الشهاده راه ميم حتى تعمل ما نعرفش انا اتيستاسيون في المسرح، نمشي معاك في المسرح. انا نقول لك من سبيل الطرفه عندي صديق نوجه له تحيه كبيره برشا، ايمن قمحه الحقيقه، خدم في عديد المؤسسات الاعلاميه وخدم مع عديد المنظمات في مختلف المشاريع وتوا يخدم على الاتحاد الاوروبي. ايمن قمحه وقت اللي قدم السي في نتاعو خدم صانع حماس، حط في السي في اللي هو خدم صانع حماس. معناها باش مش عيب، مش عيب صحيح، بل بالعكس ديك تدخل في الاكسبيريونس نتاعو هو، فهمت؟ دونك كل شيء عملته في حياتك ما تستعارش منه، كل حاجه كل خدمه خدمتها، كل المهن مشرفه، كل لي فورماسيون اللي عملتهم كل اكيد باش يكونوا مشرفين باعتبار انك باخذ فيهم شهاده، فكلهم راهم ينجموا يضيفوا لك نهار اخر في حياتك المهنيه. اي بيان سور. فما حاجه اخرى زاده مهمه حسام، وهذه زاده مش نخدموا عليها برشا، وهذه زاده من صلب مهام المركز. أيوة. هو وذي ديما انا نحكي فيه مع الطلبه وديما نقول لهم اللي راهو علاش ما تكونش انت عندك صاحب فكره، عندك تحلم حلمه صحيح بالحق، عندك حلمه وعندك حاجه انت تحب تعملها، اعملها انت، تكون عندك فكره وتعملها، وهي ذي مش نعملوه في دورة تكوينية في ثقافه المبادره. معناها كيفاش انت تبدا فكره وتوفى بعث مشروع. كل باساج هذاك بكله هذاك مش نحاولوا باش نعديوه للطالب. انت راك تنجم، تو كابابل، باش ما تكونش معناها مش لازم ديما نخمم تحت شكون باش نخدم، مع شكون باش نخدم. علاش انا ما نكونش انا صاحب الفكره ونعمل حاجه اللي انا نحلم بها ونجم ننجحها. سي امبورطون. بالحق راه سي تري امبورطون. وهذيا في الاطار هذايا زاده نحن زاده معنا زاده البروجي باك في المعهد العالي واللي مش نخدم مع بعضنا في الدوزيام سيمستر، مش يكون فما كونكور دو ميور بلان دافير. سي بيان. في الاطار هذايا الطلبه نتاع ليزيك مش نحلوا لهم توا، معناها اللي يحب يشارك مش يكون كل واحد يعمل بلان دافير، معناها فكره مشروع يعملها بلان دافير خدمه كامله معناها. أيوة. يخدمها. أيوة. وبعد مش يكون فما لجنه وتشوف معناها تعمل كلاسمون، وراهو اللي مش فما كلاسمون وفما فما شكون مش يفوز بجوائز وجوائز قيمه زاد. معناها هذه كله رانا نحبوا نشجعوا الطلبه. جرب، حاول، اعمل، راهو راك تنجم، راك تو كابابل، راهو عندك المهارات الكافيه باش تنجم توصل فكرتك وتنجم تواصل بها لوين تحب انت. فهمت؟ فقط انك تمن بالحلمه نتاعك. سيرتو تو راهو ريت عديد المنظمات اليوم راهم قاعدين يشجعوا في الشباب اللي قاعد ينتصب لحسابه الخاص. يعني اليوم المبادرات تحكي لي عليهم انت تو راهو التوجه تو نتاع الناس الكل اني اليوم انا نكون عارف روحي. دونك ما عادش نخمم في مسمار في حيط، من كونتر بارتي ولات لعبات الناس تو تخمم في اني انا نحل بروجي اللي نحب عليه انا واللي نحب نوصل بهن. وراه شوف فما ناس تقول لك انه فما تعقيدات وفما عدد كبير من الشباب اليوم اللي يحب ينتصب لحسابه الخاص ومازال ما بادرش لكن يخمم اهو باش تصير لي بعض العراقيل. انا اتس اوكي نمشي معاك على الاخر كونه باز باش تلقى فما بعض الصعوبات وبعض العراقيل في علاقه بالبيروقراطيه الاداريه نتاعنا. هذه ما يخفى حتى انسان وهذا الواقع نعيشوا فيه. لكن احنا مش نوصل الاوبجيكتيف نتاعي كيما وصلت الناس، معناها راهو غيري اللي نجح في الشركه نتاعو ولا نجح في البروجي نتاعو، راهو لابد انه زاد مر بنفس العراقيل اللي باش نمر به هنا. بلغه الكوره، انا ديما نقول لك بلغه الكوره لازمني نعرف كيفاش نفنتي بالعراقيل هذوكم باش نوصل انا للاوبجيكتيف نتاعي. واليوم سيرتو انه منظمات دول الاتحاد الاوروبي بصفه عامه قاعده تدعم في الشباب اللي قاعد ينتصب لحسابه الخاص. دونك سي تري امبورتون، سي تري امبورتون. هنا حتى في بلاد لازم نشجعوا وليداتنا الشباب باش ينتصبوا لحسابهم الخاص. هذا هو بكري جبت لي حسام على لي فورماسيون سيرتيفي. كيف راهو نحن زاد ان شاء الله باش نوفروا دي فورماسيون سيرتيفي للطلبه نتاعنا. نحن عندنا توسكي انفورماتيك، عندنا جيستيون، باش نحاولوا باش نكون فما دي فورماسيون سيرتيفي. وراهو اللي قلت انت بكري مهم برشا على لي فورماسيون سيرتيفي. علاش؟ خاطر انك تعمل فورماسيون سيرتيفي توصل تحط في السي في نتاعك فورماسيون سيرتيفي، اعرف راهو فرصتك في العمل مش تكون كبيره برشا، كبيره برشا. دونك هذه مش نحاولوا باش تكون بيان سيبلي.
لي فورماسيون للانفورماتيك للجيستيون باش باش الطالب يكون عنده فورماسيون سيرتيفي مع مع سونتر كاتسي اللي نحن نخدموا. سيرتو راهو نحكيو على فورماسيون سيرتيفي من مركز من مدير من مدير من مركز المهن واشهاد الكفاءات. دونك والمركز هذا اللي هو موجود صلب الجامعه دونك معناها في المعهد العالي الاعلاميه والتصرف بالقيروان وغيرها من المعاهد العليا الاخرى معناها. دونك سيرتيفيكاز هذا ماهيش اللي يجي دونك الشهاده المعترف بها والمعتمد بها بيان سور واللي سيرتيفي طالب يخرج لك سيرتيفي من عندنا راهي حاجه مهمه برشا وخاصه زاد كيف كيف تنميه المهارات والقدرات لدى الطالب في اللي في اللي فورماسيون دوكم اللي قاعدين يسيروا احنا ديجا قلناهم وكذا. زاد كيف كيف من مهام المركز هو تنظيم انشطه اعلام وتوجيه كما اللي باش نحكيو عليه اليوم. اللي باش نحكيو عليه كما باش نحكيو عليه اليوم ديجا انتم عندكم يوم الاعلام هذاك باش نخليه وحده تو نحكيو عليه في الفزه. خليني تو نفسر لك معناها شنو الهدف من هذايا. مثال نحن عندنا ناخذ لك اكزومبل نتاع الطالبه نتاع ليزيك عندنا لي سيونس سيونس دو جيستيون عندنا علوم التصرف سنه اولى لي سي اي هكا لا لا علوم التصرف سيونس دو جيستيون سيونس دو جيستيون علوم اعلاميه علوم اعلاميه العلوم التصرف راهو عندهم بعد فما نحن عندنا في ليزيك معناها عندنا التصرف عندنا المانجمنت عندنا الماليه وعندنا المحاسبه. باهي انت توا لهنا يلزمك الطالب تفهمه بالكدا هل كل باركور شنو فيه وشنو الافاق نتاعو باش هو علاش هذا كله باش الطالب يعرف ايش يتوجه مش هكاك خاطر برا اقرا وهاني عملت كيما صاحبي وكيما ولد حومتي قرا هكا لا لا نحن نحاولوا كيفاش ناطروه يعني بعد انتوما في التوجيه يعني تعطيو ليزانفورماسيون على كل سيكسيون موجوده في ليزيك والافاق نتاعها بالطبيعه نحن هذا واجبنا نحن باش المفيد شنو هو الطالب يمشي الحاجه اللي تتماشى مع قدراته مع امكانياته حاجه مثلا وهو يفهم زاد القدام شيء الافاق التشغيل في كل شعبه هو باش يعرف شو يختار هذا هو الهدف منها حاجه اخرى زاد نحب نحكي عليها حسام اني نقول باش نفسر لك شوف معناها باش نوريك المركز معناها المركز المهني واشهاد الكفاءات بالمعهد راهو يتكون من اساتذه من اداريين من ممثلين على المحيط الاقتصادي والاجتماعي هذا راهو كلهم معنا راه وزاد كيف كيف من طلبه اللي هما يتسميو لي زومباسادور كاتسي لي زومباسادور كالسفراء نتاع المركز بلي ولهنا نحب نحل قوس على الطلبه نتاعنا بالحقيقه حسام ونحب هذيا نقولها بصراحه انا تو عندي سنين نقري نعرف الطلبه اني نقري نعرف كان في الماتير نتاعي اكاهو هذيش نعرف على الطالب اقرا وانجح اللي هي اللي يجي يقرا وكاهو انا مازلت كي شديت السونتر ما عنديش ممكن حكيت شهر ونص ملي شديت السونتر نيو ايبا نكتشف اللي طلبه نتاعنا راهو تبارك الله عليهم بالحق عندهم مهارات وعندهم معناها بصراحه شيء كبير معناها عندنا طلبه يعملوا الكيف داير لنا بالافيش اللي هبطوها ونبي نوجه لهم تحيه اللي خدموا الافيش هذيك اللي فيها عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن ملات عبد الرحمن ملات الحقيقه نوجه له تحيه كبيره برشا الافيش يخدمها مزيانه على الاخر انا ريتها في الباج نتاع كاتسي يزيد نعاود نذكر الناس اللي يسمعوا فينا توا اذا كان تحبوا تشوفوا كل الانشطه اللي يقوم بها مركز المهن واشهاد الكفاءات ادخل باج فيسبوك كاتسي راهو كاتر معناها بالشيفر كاتسي يزيد تلقاو كل شيء الحقيقه افيش تعمل الكيف اي لا انا بالحق معناها باش نقول لك راهو مش طلبه راهم مقسمين فما ايكيب ريسورس هيومان معناها نحكي لك اللي معايا معناها معايا طلبه ريسورس هيومان وفما ميديا اللي وفما ماركتينغ وفما سبونسورينغ وفما اورجانيزاسيون معناها بالحق شباب يعملوا الكيف الحقيقه نوجه لهم تحيه كيما اسلام كيما عبد الرحمن كيما عبير كيما حمزه كيما برشا معني الحقيقه ما نحبش نحبهمش يتغشوا عليا الباقي اي الحقيقه هما برشا والحقيقه يعطيهم الصحه الطلبه الكل الطلبه الكل الحقيقه اللي ولاد الكاتسي يعطيهم الصحه وهما بيدهم واقفين راهو الحاجه الباهيه حسام زاد الحاجه اللي انه قداش من مره هكا نجي حاجه نوح لك كذاش باش نعمل هما يعطيوك الفكره
سي بيان. هذا هو العمل التشاركي. اون فان كونت اليوم ماناش نحكيو على مدير كبوست لا بيان سور بيان سور. يعني اليوم نحكيو على الفونكسيون نتاع المدير المعمول به، يعني هو اللي نعرفوا احنا مدير دونك كبرستيج وكذا. لا اليوم ولات العلاقه علاقه معناها تشاركيه بين الاداره وبين الطلبه، ولا حتى في الاختصاصات الاخرى، ولا حتى ميم في المؤسسات في حد ذاتها. اليوم بارتاج ليكسبيريونس، بارتاج لانفورماسيون، دونك سي تري امبورتون. اليوم تقول لي انا اليوم راهو سي با فاسيل. اليوم يجيك انسان في بوست نتاع ديريكتور يقول لك ساعات نوحل في حاجه، واللي هي الناس الكل يقول لك اني نلقى ساعات السوليسيون الحل نلقى عند الطلبه نتاعي. فهذه حاجه تشرفنا اليوم، تبارك الله. لا تبارك الله، عندهم مهارات في الديزاين، عندهم مهارات في بالحقيقه معناها تبارك الله. معناها وانا حاولت زاده باش تكون حتى المجموعه اللي معايا حاولت باش تكون عندهم، فما طلبه عندهم ليكسبيريونس في لي كلوب في الجمعيات وكذا، وزاده حبيت زاده يكون معاهم زاده طلبه اللي ما عندهمش حتى اكسبيريونس. علاش؟ باش نخلي الفرصه انهم يتعلموا من بعض. بالحق راهو كي نغزر حتى للطلبه مع بعضنا، طلبه كي نغزر لهم واحد مثلا باش يخرج سبونسورينغ يقول لك مثلا، واحد يقول لك انا هاو نعمل لزملائي فورماسيون سبونسورينغ، والاخر يقول لك خلينا نعمل لهم انا ميديا. معناها نفرح انا كي نراها كيك، نفرح انهم الطلبه قاعدين يتعاونوا في بعضهم. واللي بالحق نوجه لهم تحيه كبيره ونقول لهم بالحق تبارك الله عليكم وما شاء الله. ان شاء الله ربي ينجحهم. يعيشك بربي الطلبه اللي يسمعوا فينا توا وتلمذاتنا بصفه عامه زاد كيف سيرتو لي كلاس ترمينال. ان شاء الله ربي ينجحكم. ربي ان شاء الله اخر العام نسمعوا الزغريته موجوده ان شاء الله في كل دار تونسيه. سينا اليوم الكاتسي باش يعمل يوم للاعلام والادماج للطلبه، ياخذوا فكره على الجورنيه هذيا باش تصير ان شاء الله نهار 9 نوفمبر. اي اللي هي جورني دانفورماسيون و دانتيغراسيون. ايوا اللي باش تصير نهار الاربعاء 9 نوفمبر 9 نوفمبر على الساعه 1:30 بعد الزوال. ماضي ساعه ونص. ماضي ساعه ونص. باهي معناها نعطيك البرنامج. ناخذ فكره على البروجرام بالضبط والهدف من اليوم هذا. اي باهي الهدف هو بطبيعه انك مش الاعلام للطلبه باش يعرف كما هكا كما حكينا بكري انه يفهم الباركور نتاعو، يفهم شنو هو الباركور، ايش باش يقرا، ايش باش يعمل، وزاد كيف ادماج. راهي ولات حاجه مهمه برك، الحياه الطلابيه راهو الحياه الجامعيه راهي مهمه زاد. انك انت تدمجوا في المؤسسه. عندي انا ما عشناش هذه قبل، ما عشناوش والله. انا توا قاعدين نشوفوا فيه مع الطلبه. والله نفرح انا كيف نسمع حاجات كيما هكا قاعدين يصيروا في ليزانستيتيو تاعنا، الحقيقه حاجه تفرحني انا بيرسونيلمون، تفرحني برشا. خاطر انا كنت نتمنى قبل كوني نعيش حاجات كيما كي كانوا يكونوا عندنا دي كلوب مثلا في الانستيتيو كذا. مالوروزمون ما عشناش، واحنا على الاقل او فما شكون توا قاعد يعيش في اجواء كيما هكا الحقيقه اللي خاصه الطلبه. شرفنا شرفنا برشا. بيان سور. توا نحكي لك على البرنامج. دونك من الاول مش تكون كلمة السيد مدير المعهد العالي للعلمية والتصرف باش يرحب بالضيوف، وبعد مش تكون مداخلة السيدة مديرة الدراسات، وهذه مهم برشا لهنا خاطر هي اللي باش تحكي على لي باركور، وباش تحكي معناها باش تقدم للطلبة هاو انت اش تقرا وهاو شنو شنو التوجيه اللي تنجم تتوجه له، وشنو هي الافاق، وشنو الافاق يزم يعرف. وهذه لهنا هذه مش تكون عندها مداخله مهمه باش تعرف الطلبه اللي باركور نتاعها. هذه حاجه مهمه. ايوه ومش تكون زاد مداخله السيد مدير التربصات. ايوه ومداخله زاد مش تكون فما مداخله السيده الكاتبه العامه اللي باش تحكي على تركيز نظام لاداره الجوده وفقا لمعايير المنظمه الدوليه لتوحيد المقاييس ايزو 21001. حاجه مهمه برشا زاد. وفما حاجه زاد اللي مش نحاول باش ندخلوها زاد حسام. مش نقول لك معناها وهذه كلها افكار الطلبه، راه مش انا قاعد نعمل في الافكار، راهم الطلبه هما يعملوا. سي بيان. باش نعمل زاد فقره نتاع سكسيس ستوري. هذه بالحق بالحق هذه مهمه برشا. انا كي نجيب طلبه بريمير اني ودوزيام اني حتى تروزيام اني، نجيب لهم طلبه اللي قراوا في ليزيك، تخرجوا من ليزيك، خذوا شهاده من ليزيك، وبعد ولاو ناجحين برشا في الحياه المهنيه نتاعهم. انا كي نجيبهم هكا ويحكيوهم على التجربه نتاعهم ويحكيو على قريتهم وكيفاش وصلوا، هذيك شو مش تكون؟ ما تكون كان موتيفاسيون لك الطالب باش يقرا روحه، باش يقول انا النجم، باش نكون كيفه وعلاش الاخر منه زاد. هكا ولا هذا هو هذا هو معاك معاك. اليوم راهو تري امبورتون كونه يوصل قصص نجاح نتاع طلبه نتاع الناس قراوا في الانستيتيو ومن بعد خرجوا يخدموا تو وصلوا في دي بوست. وانا نعرف راهو عندي فكره وعندي برشا اصدقاء قراوا في المعهد العالي للعلمية والتصرف بالقيروان. نحكيو على ليزيك عندنا لهنا في القروان. انا اصدقائي قراوا في المعهد وتو تبارك الله معناها شادين دي بوست محترمين على الاخر. دونك معناها الحقيقه معناها المعهد هذا معهد كبير وخرج نساوي رجال اليوم عندهم باع وذراع راهم بالطبيعه.
ونحن نسوقوا ديما للاسم نتاع المعهد. صحيح هذا هو، وهذه حاجه تشرفنا راهو اليوم هي. يولي المعهد هذا لا يقتصر على طلبه المعهد فقط، يعني على طلبه القيروان فقط، اليوم راهو لوبجيكتيف كو ان نستقبل اكثر عدد ممكن من الطلبه من مختلف الولايات الاخرى. هذا هو يعني اليوم من خلال النوادي هذه ومن خلال مركز المهن واشهاد الكفاءات، ويسمع الطالب يعني بحاجات كيما هكا قاعدين يصيروا في ليزانستيتيو على مستوى ولايه القيروان، فيولي يخمن بينه وبين روحه، حتى كما كانش يخمن كونه يجي لهنا القرواني، يولي يخمن بينه وبين روحه كونه تكون الوجهه نتاعو على الاقل ولايه القيروان. نكمل لك توا حسام كان تحب البرنامج، مشكون بعد فقره مشكون خاصه باللي كلوب اللي ينشطوا في المؤسسه. انا نعرف منهم كلوب تلفزيون كهو الحقيقه، فما تلفزيون، فما اناكتوس، فما دوتر، معناها عندنا سانك كلوب نحن ديجا. وهو شنو الهدف منه؟ انه كل كلوب باش يقدم روحه، يقدم الاهداف نتاعو، شنو باش كل طالب موجود معنا يعرف روحه وين يحب يمشي، فن وين يكون موجود فن كلوب اللي يتماشى معاه، وهذا الهدف منه. بعد مش تكون معناها فما معنا بوز كافي للناس كل، للطلبه وكذا وانا كل الناس كل، وبعد مش ندخل في الادماج على الطلبه، مش تكون عندنا فقره العاب العاب للطلبه، وراو لهنا مش تكون فما العاب باهيه برشا، ومش تكون زاده منافسه بين الطلبه، وكل فايز مش يكون عنده جائزه معناها في الالعاب هذيا. ومش نخدموها حسام بحاجه شو مزيان. ايوه نحن مش نستناو السته نتاع العشيه. ايوه وقت اللي تظلم الدنيا. ايوه ومش نعملوا عرض الفوانيس. عرض الفوانيس الطايره كما صارت في المولد. في المولد وذيك نحن اقتبسناها من المولد، وسورتو نحن وكما تعرف يعرفوا الناس كل عندنا تبارك الله عندنا ساحه كبيره في المعهد. اي نعرف معناها اللي بالحق نحبوا نعملوا شو مزيان، معناها نحبوا يكون معناها عرض استثنائي الحقيقه. من خلال هذه العرض الفوانيس اللي باش يصير، وبطبيعه الطلبه باش يطيروهم يطيروا هما ويكتبوا حلمتهم على الفوانيس ويطيروا الحلبه نتاعهم. وربي يوفقهم. ديجا سيف مشكوره هيك التصويره نتاع الساحه موجوده قدامنا نتاع ساحه الليزيك، دونك باش يصير غادي السبيكتاك في البارتي الوسطانيه. ديجا عندنا بارتي كبيره والفوانيس الطايره دوما خديتوهم انتوما، المركز ولا الطلبه هم اللي خذوهم؟ يعني اللي خذاهم المركز والطلبه كي يحبوا زاد هما يعملوا يحبوا ياخذوا. يعطيكم الصح الحقيقه، حاجه تشرفنا وتفرحنا وفرحت برشا اليوم كوني عرفت مركز كيما هذا، مركز المهن واشهاد الكفاءات اللي موجود اليوم في المعهد العالي للاعلاميه والتصرف بالقيروان. يعطيكم الصحه الحقيقه على تاطير الطلبه، على ادماج الطلبه، يعطيكم الصحة على الدورات التكوينية لتنمية المهارات لدى الطالب. الحقيقة متاع ربي يعني فرحان برشا بالحاجات اللي قاعدين تعملوا فيهم، اي سيغتو معناها كونو لو بليباغ متاع لي فورماسيون متاعكم يكونوا سيغتيفي، دونك مهم جدا اليوم الطالب كونو يتحصل على شهادات باش يحسن بهم السي في نتاعو. سينو سي صاحبي خليك كلمة ختام سيدي. أول حاجة آخر حاجة نحب نشكركم ساعة على الاستضافة. هذا واجبنا احنا إن شاء الله بور فوا با معاكم أنتوما أو حتى في المباشر نقولوها نرمو نحكيو في الأوف. مركز المهن واشهاد الكفاءات اليوم في المعهد العالي للاعلاميه والتصرف بالقيروان، نعملوا حتى كونفونسيون مع بعضنا. اي مرحبا قصص اذاعيه. اي مرحبا بالعكس انتم من غادي، خاطر احنا الحياه الطلابيه الحقيقه تهمنا، وبرنامج روندي جون هو ديجا اسمه روندي جون، دونك يهتم برشا بالحياه الطلابيه على مستوى ولايه القيروان، تسلط الضوء خاصه على الانشطه اللي تقوم بها صلبه الجامعات. بوركوا با نهار نعملوا ايميسيون من المساحه هذيك اللي مش طايروا فيها انتم المناتيد نجيو بحالكم. لا هذه هو حسام، هذه حبيت نقول لك زاده نحب نقول لك اللي راهو ماذا بينا كان تجيو معناها تعملوا تغطيه. اي نجي تغطيه معناها نهار 9 وبطبيعه مش يكون معناها ان شاء الله مش يكون نهار معناها باهي برشا، فيه برشا انشطه وكا تشوف معناها البروجرام، معناها فما بروجرام متنوع برشا. معبي زاد كيف اي وماذا بينا كان نجيو بحذانا وتغطيو بحول الله. احنا في المواد احنا راهو اي ايفينمون، شوف شكون واضحين حتى الناس زاد اللي يسمعوا فينا ميساج خليهم يعرفوا كونه راهو اليوم ما فماش ايفينمون يصير في ولايه القيروان ما يهمناش. احنا رانا اعلام قرب اليوم، اذاعه الحياه تفهم هي اذاعه ولايه القيروان واذاعه القراوي الكل، دونك اي ايفينمون مهما كانت الصفه نتاعو مهما كانت القيمه نتاع الايفينمون راهو
احنا نمشيو ونغطيو اي سورتو كونو نحكيو على يعني ايفينمون كيما كلي فائده الطلبه. فمهم جدا اليوم ان نثمنوا العمل نتاعكم انتم الساعه كاداريين وكمركز المهن واشهاد الكفاءات باعتبار وأن العمل نتاعكم لازم يتثمن هذا من ناحيه، ونثمنوا زاد كيف كيف مجهودات الطلبه نتاعنا اللي هما زاد اصحاب الفكره للايفينمون هذا. فالحاجات هذيا لازمنا ان نعطيوها الفالور نتاعها ونوريو للراي العام. راه اليوم عندنا طلبه عندهم باع وذراع، عندهم افكار يخموا من خارج الصندوق، يسرتو ما خموش فك الحلقه الضيقه اليوم، خموا من خارج الصندوق. فمهم جدا اليوم انه مثل هذه الاحداث ما تفوتناش احنا كإذاعة الحياه فهم لازم نقوموا بالضغط. بارك الله فيكم انتم. هذا واجب. ونحب زاد الحقيقه نحب نوجه كلمه للطلبه المعهد العالي للعلوميه والتصرف. ايوه هنا نحن رانا نوفروا لكم، رانا نوفروا في انتم، نحبكم انتم تقبلوا على لي فورماسيون وتتبعوا لي فورماسيون. كما قلنا رانا اي فورماسيون راهي مش تهبط، ونحن مش نعلقوها في ليزيك ومش نهبطوها على الباج، غير برك انتم تتبعونا ونحبكم. نحن شنو الهدف؟ الهدف انه الطلبه يستفادوا من نجم نكونوا احنا معاكم خويا كاذاعه زاد كيف كيف نجموا لي فورماسيون اللي باش تعملوهم في برنامج روندي جون نقوموا بالاعلان عليه. بارك الله فيكم. لا يعطيك الصحه. الى جانب لافيش اللي باش تحطوها انتم في ليزيك انا زاد احنا زاد كيف كيف نجموا تتواصلوا معنا اذا كان عندكم اي جديد، واحنا نقوموا بالاعلان على ليزيفينمون او لي فورماسيون اللي تقوموا بهم انتم. الامل نتاعنا والهدف نتاعنا بالاساس هو انه الطالب يمشي ويشارك في لي فورماسيون. هذه هو وبارك الله فيكم. اقل واجب النجم نعملوه معاكم على كل المجهودات الحقيقه اللي تقوموا بها. نشكركم شكر كبير. سي صاحبي النخلي انت تمثل مركز المهن واشهاد الكفاءات باعتبارك انك مدير المركز، نشكرك برشا على كل مجهوداتك ونشكرك زاد على حضورك بحثنا لهنا اليوم. دونك سعيد جدا الحقيقه بكل هذه الافكار اللي كنتم قدمتوها، سعيد جدا بالتظاهرات والانشطه اللي قاعدين تقوموا بها، وسعيد اكثر باللي فورماسيون اللي قاعدين تعملوا فيها بليتو لفائده الطلبه. شكرا لك سي صاحبي. شكرا سيدي بارك الله فيك. يعطيك الصحه صاحبي النخلي أستاذ مساعد ومدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات في المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان. نحكيو على ليزيك القروان. هذا هو في روندي جون كل مرة نسلطوا الضوء على مختلف الأنشطة اللي قاعدة تصير صلب الجامعات نتاعنا على مستوى ولاية القيروان وحتى خارج ولاية القيروان. اليوم مثلا كلية الهندسة في المنستير كانوا تواصلوا معنا واتصلوا بنا باش نغطيو لهم الأنشطة نتاعهم، وإحنا راه كل الجامعات تهمنا لكن بصفة خاصة تهمنا جامعاتنا لهنا على مستوى ولاية القيروان. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامجكم روندي جون، خليكم ديما برونشي، خليكم ديما في الاستماع. ذكركم 70035120 اذا كان تحبوا تتواصلوا وتتفاعلوا معنا. ما فماش مخير من الحب اللي نهديه للطلبه نتاعنا سي صاحبي، كلمه حب اليسا، وراجعين بعد شويه.